استهل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط بزيارة لرئاسة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم، كما زار الإمام الأكبر الإذاعة الموريتانية وإذاعة القرآن الكريم بحضور وزير الشؤون الإسلامية أحمد بن داود الذي أقام حفل عشاء على شرف فضيلة شيخ الأزهر. من جانبه أشاد الطيب بما تقوم به إذاعة موريتانيا من جهود للمحافظة على الإرث الثقافي والفكري للعلماء القدامى.